ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. الفيديو بتاعي النهارده هنتكلم عن حبه ارشادات للصحه الجنسيه، حاجات لازم نعلمها لاولادنا عشان ما يتعرضوش لاي اساءه جسديه تمام او جنسيه. اول حاجه ان انا هعلمها لابني ان هو عدم كشف جسمه قدام اي حد، ما ينفعش جسمه يكون قدام اي حد كده مستباح. تاني حاجه ان هو ما ينفعش يغير لبسه مع اخواته تمام او مع اي حد غريب في نفس الاوضه. تالت حاجة ان هو ما ينفعش يلمس جسمه قدام اي حد، او حتى ما ينفعش يلمس جسمه لان ممكن لا قدر الله يجيله امراض. هنبدأ نحكي قصص يعني ما تخليش الطفل يعمل ده تمام. رابع حاجة ان هو ما يدخلش الحمام مع اي حد حتى لو كان اخواته تمام. يعني ما ينفعش مثلا نخلي الطفل، خلي اختك تدخل معاك، خلي اخوك يدخل معاك، يدخل معاك، ده ما ينفعش خالص، حتى لو مع اصحابه في النادي او ايا كان او في المدرسة عشان هو بس بيخاف. لا، ماما تروح معاه او حد كبير، لكن ما ينفعش الطفل يدخل مع اي حد تاني تمام. كمان ان هو ما يقعدش كاشف جسمه، ما يقعدش يعني لابس حاجات تكشف جسمه. دي حاجات لازم نعلمها لاولادنا، ومع الاستمرار، وان انا كل شويه بقول لابني ما تعملش كذا، خد بالك، مش عارفه ايه، الحاجات دي بتخلي الطفل يبدا ياخد باله من جسمه ويحافظ عليه. كمان لازم الامهات تاخد بالها كويس قوي، او الـ الاب والام ياخدوا بالهم كويس جدا، ان هم ما يثقوش ان ابني يفضل في مكان مع شخص وقت طويل او شخص كبير وقت طويل تمام. تاني حاجة ان انا ما سيبش ابني في البيت لوحده مع حد جاي يخدمني او حد جاي ياخد باله من حاجة في البيت او كده، اسيب ابني فترات طويلة مع نفس الشخص. كمان ما ينفعش ان انا ابني ينام في بيت بعيد عن باباه ومامته فترات طويلة، دي برضو من الحاجات اللي تقلق واللي المفروض ناخد بالنا كويس منها عشان الطفل ما يتعرضش لا قدر الله لاي حاجه مش حلوه تمام. كمان المفروض ان انا اخد بالي كويس قوي واطلب من ابني ان هو يحكي لي كل حاجه بتحصل معاه واطمنه، مش اخوفه. يبقى ده لازم 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 اطمن ابني عشان يحكي لي كل حاجه بتحصل معاه مش اخوفه. كمان ان انا انبه ابني ان في حاجه اسمها تلامس، حدود للتلامس، ما ينفعش ان انا دايما ابقى لازق في حد، في حدود للتلامس ماشي. بين اي حد، بينك وبين اصحابك، بينك وبين المدرس بتاعك، بينك وبين المدرسه بتاعتك، بينك وبين خاله، بينك وبين خالته، بينك وبين عمه، في حدود للتلامس بينك وبين اي حد، وفهم ابني كويس جدا. كمان لازم اسمع ابني وباهتمام كبير، مش لما يجي يكون عايز يحكي لي على حاجه ازعق فيه كده، هيخاف فمش هيبدا يقول لي اي حاجه تاني بعد كده. دي حبه ارشادات للصحه الجنسيه عشان ابني ما يتعرضش لا قدر الله لاي اساءه. الحاجات دي لو بشكل مستمر بنقولها لاولادنا، ان شاء الله ان شاء الله ما يحصل لهمش اي حاجه. نتقابل ان شاء الله فيديو جديد، مع السلامه.